السلام عليكم متابعي قناتي كديري، لاباس عليكم. كنتمنى دائما انكم تكونوا كلكم بخير وعلى خير. اليوم اول ايام رمضان، بغيت ندير لكم واحد الفيديو. يعني انا ملي كنقولوا رمضان بدا، اولا الله يدخل لكم بالصحه دائما، نبقى نقول لكم الله يدخل لكم بالصحه وبالسلامه وباش ما تمنيتوا ان شاء الله، واهم حاجه هي الصحه. شنو هذا الاسبوع مشى لي الصوت ديالي، راه ما نقولش لكم. المهم كي قلت لكم هنايا، ملي كنقولوا قلت لكم رمضان كنقولوا التمر، كنقولوا الشريحه، كنقولوا. فهنايا غندير لكم واحد الدويره معايا. فاش مشيت لدرب ميله في مدينه الدار البيضاء، الناس اللي كيقولوا لي دائما بريسيزي المدينه، في مدينه الدار البيضاء درب ميله، البلاصه اللي متميزه يعني بالتمور، يعني احسن بلاصه اللي ممكن تاخدي فيها التمر اللي زوين فيها. انا كاين اختيارات كثيره كيف ما كتشوفوا معايا، هانتوما كاين اختيارات فريمون كثيره، والاثمنه كتبدا من 10 دراهم، يعني من 10 دراهم الكيلو، وفريمون لا كاليتي ديالو غزاله. انا من الناس اللي ما كناخذش التمر بزاف، يعني انا شخصيا كناخذ فقط مثلا كيلو ونص، جوج كيلو فقط يعني بالنسبه ليا. والاستيوس اللي كندير انني كنحطو في الفريغو، يعني كيبقى انتاكت، كيبقى كيف ما جبتي النهار الاول. كل نهار كناخذ الكميه اللي خاصه، يعني كناخذ مع شويه الشريحه وكناخذ شويه البرقوق. يعني هادشي اللي خديت، البرقوق خديته من مرجان، لقيتهم داير فيه بروموسيون 35 درهم. الشريحه خديتها من عند هذا السيد، نيت انا نوريكم المحل ديالو والناس اللي مهتمين. المهم هذا درب ميله كيف ما كتشوفوا معايا، هاد السيد هذا دائما تقريبا كل عام هو نفسه اللي كناخذ من عنده انا وماما. هذا اللي كنوريكم هنا 14 درهم الكيلو، هاد التمر غزال. انا من الناس اللي كيعجبوني التمور اللي تيكونوا قاسحين، ما كيعجبونيش التمور المعجنين. يعني التمر كتعجبني التمر يكون شويه قاسح معلك، الحلاوه فيه قياس. هذاك الاخر اللي تيكون معجن حتى في الطريقه ملي كتغسلو تيجيني تيتعجن بزاف وما تيعجبنيش. انا بغيت نوريكم الناس اللي كيبغيو الشريحه والتمر، يعني كيكونوا مطحونين زوينين بالنسبه للوليدات. كنت كناخذهم دائما لوليداتي انايا، رائعين، كيتخادو بحال السناك، بحال وجبه خفيفه. كيدير 10 دراهم، كاين ديال 300، كاين اللي مطحون معاهم اللوز. المهم الناس اللي بغاو يفطروا بهم في الصباح يديروهم، يعني يخلطوهم مع العصير، يعني من غير رمضان. كيتباعوا دائما هادو ساشيات صغار ولا ساشيات كبار على حساب الكميه. بغيتو فيها التمر الكركاع واللوز، بغيتو غير التمر والشريحه، المهم كاين اختيارات كثيره. هنا كنوريكم التميرات، هذه اختي كتوريكم التمر، هذا اللي خدينا ديال 300، زوين فريمون زوين، هو اللي خدينا منه، راه هو اللي غنوري لكم في الكرتونه. المهم خديناه ب 300 درهم، يعني 15 درهم. انا خديت جوج كيلو يعني ب 30 درهم. المهم السيد اللي كناخذو من عنده هو هذا، كاين في درب ميله قدام مقابل مع صيدليه ميلون كيف ما كتشوفوا معايا. هو هذا الزنيقه، يعني كتمشيو مع ملي كتسو لدرب ميله، الزنيقه اللي كيتباعوا فيها، اللي كيبيعوا فيها هادو الناس ديال الحوانت، بحال هكا اللي حاطين التمور، يعني الحانوت اللي مقابل مع صيدليه ميلون. كنظن نمره 31، واش 31 ولا 39، والله ما بقيت عاقله. المهم غير بالنسبه، يعني بغيت نصور الناس اللي مهتمين. وبالنسبه هنا للشريحه، ففي بلايص اخرين كيديروا فيها 100 درهم، انا خليها لنا كنظن ب 80 درهم. خديت انا نص كيلو، يعني خديت نص كيلو الشريحه وخديت جوج كيلو ديال التمر فقط. شي لاخرى ديال ماما هي اللي كتاخذ بكميه كبيره، لان كتبغي تعطي، كتبغي كيجيو عند الناس بزاف. فانا كناخذ دائما، كناخذ داكشي اللي كيخصني فقط. وشويه البرقوق كي قلت لكم خديت واحد الكميه، لان كنعرفوا ان الناس اللي كاين الناس اللي كيجيهم القبض يعني في رمضان، فمن الاحسن توليو مع الشريحه ومع التمر. يعني كنديروا حتى بالنسبه لراجلي والوليدات وهذا، كنديروا شويه ديال البرقوق فريمون زوين، يعني ما كتبقاش تعاني بتاتا من هذه المشكله طيله شهر رمضان. هنا كيف ما كتشوفوا معايا المحل، يعني فيه تمور كي قلت لكم اللي متنوع بزاف، يعني جميع انواع التمور، واللي كيعجبني عند هذا السيد الثمن مناسب، وداكشي يعني ديال البلاد، وماشي داكشي اللي فيه الدواء، وماشي داكشي اللي جايبينهم، يعني داكشي بيو، داكشي ديال البلاد فريمون، داكشي عنده غزال. هما كلهم تما اللي في داك الشارع، كلهم غير هاد السيد حنا ولفنا يعني نتقداو من عنده صافي، هو هذاك الراجل الكبير كنظن هو الوالد ديالو، يعني ولفنا نتقداو من عنده. هنا كي قلت لكم الشريحه فاش تقدينا من عنده، راه خلاها لينا ب 1600 الكيلو، انا خديت نص كيلو، ماما اللي خدات كنظن شي كيلو ونص اولا. المهم زوينه ديال البلاد حتى هي، انا ما كتعجبنيش ديال تركيا، تجيني بحال محمضه واحد شويه اولا. هذيك زوينه حلاوتها، حلاوتها يعني من ديك الحلاوه المزيانه، وحتى هي كنديرها في الفريغو كتبقى من داكشي،
يعني كل نهار كنجبد غير ديك الكميه اللي كنبغي وصافي، وكنخليها ماشي فحال اي فحال يعني شحال هذه كنخلي الشريحه وهذا غير في اون بواط، وكنديرها مثلا كنديرها في البلاكار كنحسبها بحال كتفقد داك الجهد ديالها. هنا ملي كنديرها في الفريكو يعني كيبقى فيها الجهد. صافي هادشي اللي كنا خدينا من درب ميلا، وغادي نوريكم يعني الجوله يعني اللي درنا في مرجان. واخا كان اش غنقول لكم البنات، كان غادي يطرطق بعباد الله، غادي يطرطق فغيمون بعباد الله، ولكن مشينا المهم خدينا غير شي يعني غير داكشي اللي غنقضيو به ديك كلاس دوك ديك داك الاسبوع الاول. سمحوا لي رانا الهضره الهضره يعني كتصدت ليا، باقي عندي الحرق شويه مريض. المهم كيف ما كتشوفوا معايا الهميزه اللي لقينا بحال دابا، هاد جوج ديال الترموسات ب 99 درهم، كاين هذا الا بغيتو تاخدوه بوحدو ب 45 درهم. شكيلة ديالهم زوينين، كاين هادو ب 249 درهم، هادو فيهم واحد لو ديزاين شويه مختلف، واحد شويه الذهبي من التحت، وكاين ثلاثه اللوينات، كاين في البيج وفي الابيض وفي اللون الاسود. كاين تاني هاد الشكيلات 119 درهم، ما زوينش الشكل ديالهم صراحه، واخا كتشوفيهم فيهم اللوينات الخضر الموف هذا، ولكن اللوينات ديالهم اللي جبدناهم ما زوينينش، يعني دوك السامبل احسن. المهم هادو خدات منهم ماما، خديت منهم حتى انا جوج ديال الترموسات هكا، واحد كبير واحد صغير، يعني بثمن مناسب. كاين تاني هاد الكويسات هادو حتى هما زوينين ب 29 درهم، 6 ب 29 درهم. كاين هادو حتى هما 6 ديال الكيسان ديال الماء ب 69 درهم، هاد الشكل هذا. هادو اللي هميزه غزاله 12 كاس ديال اتاي ب 49 درهم، شوفوا معايا شحال زوين زواقو منه. انا كيعجبني هاد الكيسات يكونوا زواقهم منهم، يعني ماشي يكونوا مصبوغين. 49 درهم 12 كاس. كاين تاني هاد الطويجنات هادو كيف ما كتشوفوا معايا زوينين، بالنسبه لي بغيتو ديروا فيهم دي بتي بلا، ولا بغيتو تخليو فيهم شي واحد مثلا حقوتات، يعني تيجيو تسخنوه لي زوينين، يعني 8 دراهم 13، والكبير ب 49 درهم. كاين تاني هاد الشكيلات ديال هاد الكيسان غزالين ب 45 درهم، باك فيه 6 ب 45 درهم، شوفوا معايا لو ديزاين ديالهم، وفيهم دي كولور باستيل بحال واحد الشويبي فاتح وواحد الابيض فاتح وواحد لو روز بير حتى هو صفيفر. المهم زوينين، 6 ب 45 درهم، فهموا الشكيله ديالهم زوينين. وكاين هادو تاني هاد مثلا هاد الكويسات ديال العصير اولا ديال الماء، كيف ما كتشوفوا معايا الثمن ديالهم 99 درهم. كاين هاد الشكل هذا، وكاين هذيك لاكاغاف اللي غنوريكم واحد ديزاين اخر حتى هي ديالها. انا رجع كنرجع هاد لهاد الكيسان مره نشوفهم، عجبوني بزاف. كاين تاني هاد الشكل هذا، يعني مدخلين ماينات زوينين بالنسبه للعصير بالنسبه للماء. كاين تاني هادو خدات منهم ماما، هادو مالا جات اصلا كانوا عجبوها شحال هادي، وجات بغات دير فيهم هي السكر واتاي، حيت كل مره كدير يعني في الكوزينه بدلات ديال العطريه، بدلات ديال هذا ديال الملحه وداك الشيء وديال القهوه، فهادي هادو خداتهم السكر واتاي زوينين. قلت لكم انا غير بغيت نوريكم هذوك الترموسات اللي خدنا، كي قلت لهم خديت انا ماما انا واحد وماما واحد، وخدينا هذوك ديال تقدروا ديروا فيهم اي حاجه، غير ماما اختارت انا ندير فيهم السكر واتاي. المهم بغيت نوريكم هنا هذه الخيمه، هذه فريمون غزاله، شوفوا شحال كبيره بالنسبه للتيغاس والسطح، وفيها جوج ديال لي كوتي اون طوال، يعني فيها جوج ديال لي كوتي كيتسدوا فيهم ديك لا طوال وكتسد. شوفوا معايا الثمن فقط 559 درهم. الا قلت لكم حنا بشحال جبنا واحد المعلم وقال لنا باش يصاوبها لينا في السطح ما غتيقوش، قال لنا غنصاوبها لكم 5000 درهم. شوفوا معايا شحال زوينه 549 درهم، رائع. كاين تاني هاد التقالات، الناس اللي كتكون مثلا عندهم شي كليسه تيبغيو يديروا الباراسول، هذه ديك التقاله ديال الباراسول فيها 15 كيلو، الثمن ديالها 249 درهم، ثقيله ثقيله، يعني باش داك الباراسول ما كيبقاش يتزعزع، كتحطوها تما وكتبقى شاده لكم، يعني كتبقى داك الطبله مضلله. كاين هاد الباك هذا اللي فيه 4 ديال الكراسه ب 549 درهم، الطبله 4 ديال الكراسه ب 549 درهم. هادشي كنقولوا للناس اللي عندهم السطح كيبغيو يستغلوه، عندهم لي تيغاس كبار، عندهم لي بالكون كبار، ففريمون فكره زوينه. وهذا باك ثاني فيه 6، فوالا
باك كفي... لا انا كون غير الطبله بوحدها، غير الطبله بوحدها، هادي باك فيه جوج ديال يعني الطبله جوج ديال الكراسه ب 399 درهم. هنا ايضا بغيت نوريكم هاد البينوارات، هادو تاهما زوينين، عده اشكال غتشوفوا معايا، مخفضين لهم الثمن من 329 درهم ل 149 درهم. بينوارات ديال الحمام فريمون القطن ديالهم زوين، ولي ديزاين كيف ما كتشوفوا معايا مختلفين، بحال دابا داك اللي معلق ماشي بحال دوك اللي ماشي بحال دوك اللي هنايا محطوطين، هانتوما غتشوفوا اشكال مختلفه، هانتوما ولوينات مختلفه، فريمون ثمن مناسب 149 درهم ديال البرتغال كيف ما كتشوفوا معايا زوينين. صافي، وهنا درت لكم واحد الدويره في جي ديال الملابس ديال الاطفال، دابا العيد كتبغوا تاخذوا يعني شي اللي خاصه مثلا شي لون شي سريويل، فعجبين شي سريويلات زوينين سورتو لا مارك ديال انكستنسو، دائما كنقولها كيف صبيبطات السريويلات ديالهم داكشي زوين. لوينات زوينين والاثمنه كتبقى مناسبه ابتداء من 69 درهم. فكنتمنى متابعي قناتي ان هذا الفيديو يكون عجبكم وتكونوا استفدتوا منه، كنحاول دائما ملي تكون شي حاجه الا عجبتني اولا غتفيدكم كنحاول ما امكن اني بارطاجيها معكم. غنقول للناس اللي باقي ما تابوناوش في القناه ديالي بيان سور كتجربوا القناه ديالي تابوناو ويفعلوا زر الجرس باش يوصلهم كل ما هو جديد. كنتسنى التعليق ديالكم لي لايك ديالكم وايضا الاقتراحات ديالكم، وغنقول لكم بسلامه ونطلقكم ان شاء الله في فيديو جديد.